يا مساء الخير واهلا وسهلا بحضراتكم. ارحب بدايه طبعا بكل جماهير نادي الاهلي اللي بتتابعنا النهارده في حلقه جديده من السادسه. كلام كتير عندنا النهارده. بدايه خليني قبل ما ادخل في موضوعات حلقتنا اهني نجومنا الحقيقه اللي منورين الدنيا ومكسرينها في المغرب، ابطال كره اليد اللي وصلوا دور قبل النهائي بعد ما كسبوا الفريق او المنافس السنغالي ASFA، كسبوه في قبل النهائي بسكور كبير اعتقد 46-23. والحقيقه يمكن كل نتائج الاهلي في البطوله سواء في دور المجموعات، المنافسين اللي كانوا معاه الكاميرون، فريق يعني الفرق اللي بتمثل الكاميرون، السنغال، كوت ديفوار، نيجيريا، دول كانوا المجموعات، والسنغال طبعا في 8. كل النتائج بتاعت الاهلي اكتساح، وبالتالي ان شاء الله باذن الله طريقنا للتتويج ولمنصه البطوله والفوز بالكاس، طبعا كاس الكؤوس الافريقيه ان شاء الله باذن الله ربنا يختمها لنا على خير. نبارك ل طبعا اعضاء فرع مدينه نصر، النهارده افتتاح تاريخي. مشكله كانت كبيره جدا الحقيقه بتواجه كل الاعضاء، وهي مدينه نصر الحقيقه واحده من النماذج السيئه الحقيقه في التخطيط. اللي يروح مدينه نصر في اوائل التسعينات او اخر الثمانينات بتتكلم على صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء، بتتكلم في خلال بس يمكن 30 سنه حاله تكدس كبيره جدا، مشاكل كبيره جدا بيعاني منها كل سكان مدينه نصر، وبالتاكيد اعضاء مدينه نصر، اعضاء الاهلي مدينه نصر. اعتقد النهارده في دي حاله فرحه كبيره جدا بالمشهد اللي حضراتكم شايفينه، افتتاح لواحد من اهم المشروعات اللي بتعكس اهتمام اداره الاهلي بتطوير البنيه التحتيه والعمل على ايجاد حلول سريعه وفعاله للمشاكل اللي بيواجهها الاعضاء. واعتقد الجراج اللي حضراتكم شفتوا النهارده افتتاحه وتابعتوه بحضور طبعا كابتن محمود الخطيب رئيس النادي، دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، واعضاء مجلس اداره النادي الاهلي، وكل الحضور الحقيقه كل الشكر لكل حد ساهم في ان المشروع ده يخرج للنور في زمن قياسي وفي ظل معطيات صعبه جدا. انك انت توجد المساحه دي في مدينه نصر وتخلق باركينج تقريبا يعني بيستوعب نتكلم على 1000 عربيه، اعتقد ده انجاز قياسي جدا، وكل الشكر لكل مؤسسات الدوله اللي دعمت، كل الشكر للشركه القائمه على تنفيذ المشروع شركه ابناء سينا طبعا عشان يخرج المشروع بالشكل الحضاري والمشرف ده ويمثل نقله نوعيه في مستوى الخدمات اللي بتقدم طبعا لاعضاء الاهلي مدينه نصر. طيب موضوعاتنا كتير النهارده، موسم حالي لم يكتمل وما زال حتى اللحظه مجهول المعالم، موسم اخر كان من المفترض انه تحدد معالمه بكره الساعه 10 الصبح ولكن تم تاجيل طبعا قرعه الدوري الجديد، لانه حتى اللحظه خليني اقول لحضراتكم يبدو انه ما فيش استقرار على شكل البطوله او شكل بطوله الدوري على وجه التحديد في موسمها الجديد، على الرغم من ان الحلول 2-3 ما تقدرش تفكر في حل رابع، ولكن يبدو ان ما فيش اتفاق عليه. هنتكلم في تفاصيل، هيكون معانا النهارده واحد من اهم نجوم المنتخب النيجيري، الجيل الذهبي للمنتخب النيجيري، تيجاني بابانجيدا. بس خليني قبل ما ندخل ونبدا مع حضراتكم في تفاصيل الحلقه نروح لفاصل سريع ونرجع لحضراتكم على طول. اهلا بحضراتكم مره ثانيه. طيب نرتب كده اولوياتنا، انا بشوف انه اهم حاجه مفترض ان احنا نتكلم فيها اليومين دول ماتش منتخب مصر مع انجولا. ليه؟ اولا دي تصفيات كاس عالم، وده اهم هدف بتسعى اليه كل منظومه كره المصريه ومن وراها الجماهير، يعني اتحاد كوره، انديه، جهاز فني، لعيبه، وراهم جماهير الكره المصريه. ما اعتقدش انه في عندنا حلم اهم دلوقتي من انك انت توصل كاس عالم. هطلع بره شويه وهرجع لها تاني ما تخافوش، بس هطلع بره شويه الدوائر المغلقه اللي احنا عايشين فيها، نكمل الكاس ولا ما نكملش، نلعب الدوري ولا ما نلعبش، طب نلعبه دور واحد ولا لا، لا خليها مجموعتين، كل الدوائر دي نطلع منها. ليه بقول كده؟ لانه انطلاقه المشوار مع، انا بشوف انه انجولا هو المنافس الحقيقي لمنتخب مصر في مشوار تصفيات كاس العالم. ممكن ليبيا تبقى مفاجاه، مع وارد الجابون ممكن تعملها، يعني بالذات مشوار تصفيات كاس العالم اتلسعنا من الشوربه كتير فعلى طول بننفخ في الزبادي، يعني دايما يطلع لنا فرقه كده كل ما نيجي في التصفيات ما نبقاش عاملين حسابها فتلاقيها هي الحصان الاسود، مش عارف حظنا كده طول عمرنا. لكن بالورقه والقلم وبالارقام وبالسكواد او يعني العناصر الفرديه في كل منتخب، انا بشوف ان اللي ممكن يمثل صعوبه شويه المنتخب او ينافس منتخبنا في مجموعته هو انجولا. ومن حظنا برضو انه الانطلاقه بتاعه مشوار التصفيات مع انجولا اللي في صالحنا انه الماتش على ارضنا. فانا هتكلم مع حضراتكم النهارده في تفصيل المباراه، تفصيل المشوار بدايه طبعا من مباراه انجولا وبعدها الجابون، وبعد كده نتكلم بقى في قصه الدوري اللي مش باين له ملامح والكاس اللي هيتلعب ولا مش هيتلعب ولو اتلعب يتلعب امتى وازاي. خلينا بس نروح لفاصل ونرجع لفقرتنا مع واحد من نجوم
طيب خلينا نروح الاول تيجاني بابانجيدا، طبعا واحد من نجوم اياكس الهولندي ونجوم الجيل الذهبي لنيجيريا. بكلمكم على جيل كان فيه الحقيقه عمالقه، يعني نوانكو كانو واوكوشا وبابانجيدا وطبعا وغيرهم من النجوم هيكون ضيفنا النهارده في السادسه من خلال الفيديو كونفرنس. طبعا بشكرك على وجودك معانا وبرحب بيك على شاشه النادي الاهلي في السادسه. اهلا اهلا بكم جميعا. طيب خليني بالبدايه ابتدي معاك بقرعه امم افريقيا اللي وقعت مصر ونيجيريا في مجموعه واحده مع طبعا غينيا بيساو والسودان. ازاي بتشوف حظوظ كل الفرق وازاي بتشوف المواجهه بين منتخب مصر ومنتخب نيجيريا؟ مباراة نيجيريا ومصر ستكون مباراة قوية جدا وسيكون الأمر صعب على فريقين. كلنا نعلم أن التصفيات المؤهلة للأمم الأفريقية هي صعبة جدا، لأن الفرق الآن تضم لاعبين جيدين جدا كما الحال في مصر، لديك محمد صلاح، لديك الآن أيضا في نيجيريا لاعبين رائعين كثيرين. بمناسبة الكلام عن نجوم في الفرق، أنت يعني بتعتبر واحد من نجوم جيل ذهبي الحقيقة، تألق ولعب في أكبر الأندية ومثل نيجيريا وحقق إنجازات عالمية بشكل كبير. من وجهة نظرك ليه يعني ليه تراجعت الكرة، مش عايز أقول تراجعت، لكن ليه ما عندناش دلوقتي في منتخب نيجيريا نجوم من العيار التقيل؟ ما بنشوفش، كنا متعودين نشوف اللاعبين النيجيريين موجودين في أكبر الأندية الأوروبية. تراجع الموضوع ده نسبيا في الفترة الأخيرة. أعتقد أن نيجيريا كانت محظوظة أن تملك جيلا ذهبيا الذي كنت ألعب فيه وأنتمي إليه. كان لدينا لاعبين يلعبون في أندية قمة في أوروبا. لدينا لاعبين في إيسي ميلان وبرشلونة وآيكس أمستردام وموناكو وأرسنال. كان لدينا لاعبين يلعبون في كل مكان في العالم. لكن الآن الأمر أصبح صعبا جدا. أن تجد لاعب يلعب في أعلى مستوى لكرة القدم، الأمر صعب. أعتقد أن نيجيريا حازت على هذا الفريق الذهبي، والأمر الآن صعب أن تكرر هذا الجيل الذهبي، أن تحقق 15 لاعبا رائعا كما الحال في الماضي. الأمر الآن أصبح يمكنك أن تحصل على 3 أو 4 لاعبين من هذا المستوى الآن. نيجيريا الآن تعاني وتمر بفترة صعبة من حيث الأجيال، ولا تستطيع أن تكرر هذا الجيل الذهبي مرة أخرى على ما أعتقد. خليني أسألك، بما أنه مشوار تصفيات كأس العالم في أفريقيا على وشك أنه هو يبدأ، من وجهة نظر بابانجيدا يعني مين أقوى 5 منتخبات في قارة أفريقيا تتمنى أن هم يصلوا لكأس العالم 2022؟ وهل ترى أن في منتخب أفريقي في الوقت الحالي من الممكن أن هو يروح لبعيد في مشواره في بطولة كأس العالم؟ كما ترى أن معظم الفرق الأفريقية الآن هي في مرحلة تحول، في مرحلة انتقال بين الأجيال، نيجيريا وغانا، والأمر صعب الآن. لكن مصر الآن لديها جيل رائع، لديها جيل رائع. وإذا أردنا أن نقول أن هناك 5 منتخبات، سنجد مصر لا تخرج من هذه الخمسة، مصر والجزائر. الجزائر أيضا لديها منتخب، لديه شخصية وكاريزما في الملعب. ونيجيريا الآن لديها أيضا العديد من النجوم، وأيضا غانا. غانا تؤدي بشكل جيد. أي نعم، هو منتخب في مرحلة انتقالية، ولكن منتخب قوي جدا. وأيضا ربما الكاميرون. أعتقد 2 أو 3 من هؤلاء يستطيعون، ورشح نيجيريا ومصر للوصول لأبعد نقطة في كأس العالم، ومعهم أيضا الكاميرون والجزائر وغانا. نتمنى طبعا، مين يكره. بس خليني أخدك لنقطة تانية، وده مش مرتبط بالفرق اللي بتشارك أو هتشارك في النسخة اللي جاية من كأس العالم. أنا بكلمك على مدار مشاركات كتيرة جدا، يعني بداية من 90 اعتقد التفوق الواضح والنسخة المميزة للمنتخب الكاميرون، 98 كان عندنا نسخة محترمة جدا للسنغال،
وعلى مدار أجيال مختلفة. عندنا نجوم في الكرة العالمية وصلوا لأعلى المراكز ولعبوا في أكبر الأندية، بكلمك على طبعا جيلكم في نيجيريا، عندنا جيل ذهبي يايا توري، دروجبا في كوت ديفوار، عندنا سامويل إيتو في الكاميرون، عندنا إيسيام في غانا، عندنا طبعا نجوم حالية حكيم زياش، رياض محرز، محمد صلاح. لكن رغم امتلاك الكرة الأفريقية والمنتخبات الأفريقية لنجوم العيار الثقيل، إلا أنه دايما بنجد أن المنتخبات دي بتعاني في بطولة بحجم كأس العالم، على العكس من الأولمبياد مثلا. أعتقد أن عقلية اللاعب الأفريقي تفرق في كأس العالم وتكون هي العامل المؤثر. أعتقد الأمر ليس معتمد على لاعب أو اثنين، الأمر الآن أن تلعب مباراة تنافسية ويكون اللاعبين لديك على مستوى المباراة. أعتقد في وقت ما كنت ألعب كان الأمر مختلف. الآن اللاعبين الأمر يختلف إذا كنت تلعب خارج الأرض أم داخل الأرض. لدينا مشكلة مع العقلية الأفريقية. إذا نظرت إلى الفرق الآن ستجد الأمر أصبح صعبا على العديد من الفرق. إذا أخذت منتخب يلعب خارج الديار سيكون الأمر من الصعب، عكس الفرق الأوروبية. الأمر الآن أصبح خارج الديار كداخل الديار. بابا نجيدة، خليني أسألك على مستوى اللاعبين، يعني مرحلة ميسي رونالدو تكاد يعني إنها تكون يعني توشك على الانتهاء. بعد المرحلة دي هل بترى لاعب أفريقي من الممكن إنه ينافس على أفضل لقب في أفضل لاعب في العالم، أو على الأقل أفضل لاعب في أوروبا في أندية أوروبا؟ تيجاني بابا نجيدة، بشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك معنا في السادسة. فاصل ونرجع نتكلم في موضوعات حلقتنا النهاردة. مساء الخير واهلا وسهلا بحضراتكم من جديد. خلينا ندخل في الموضوع على طول. عندنا طبعا الموضوع الأهم زي ما طرحته على حضراتكم في البداية، مشوار منتخب مصر اللي هيبتدي بعد يومين، 48 ساعة بتفصلنا عن انطلاقة مشوار تصفيات كأس العالم، الحلم الأهم والحلم الأكبر بالنسبة لكل المنظومة، بداية من جماهير الكرة اللي الحقيقة ما اعتقدش انها عندها استعداد تتنازل عن تأهل منتخب مصر لكأس العالم في نسخة 2022، وبالتأكيد حلم كل الجيل ده من اللاعبين اللي هم يلعبوا في نسخة كأس العالم. جهاز فني بقيادة مدير فني وطني وكابتن حسام البدري بالتأكيد أهم هدف ليه في المرحلة دي إنه يوصل بطولة كأس عالم، وبالتأكيد اتحاد الكرة بيسعى لده بكل ما أوتي من قوة. خلينا نتكلم على مشوار كمان البطولات سواء الموسم ده او شكلها في الموسم الجديد اللي بتمثل تحدي لكل عناصر اللعبه، انديه، لاعبين، منتخب مصر الاول اللي عنده التزامات كثيره جدا، عندنا تصفيات كاس عالم، بطوله كاس عرب، دوره العاب او بطوله الامم الافريقيه، كل دي الحقيقه بتحط علامات استفهام كبيره جدا على شكل المسابقات او البطولات في الموسم اللي جاي. بيشرفنا واحد من نجوم النادي الاهلي ونجوم منتخب مصر واللي ليهم مكانه خاصه في قلوب المصريين بما ان هم الجيل الذهبي اللي مثلنا في كاس عالم 90، كابتن اسامه عرابي. مساء الخير واهلا بيك معنا في السادسه. اهلا وسهلا بيك يا احمد وبالساده المشاهدين. خليني ابتدي معاك بالمنتخب لانه مفترض ان هو يعني هبعد شويه عن المعارك الداخليه والجانبيه والموضوعات اللي اثارت جدل كبير الفتره الاخيره وهرجع لها مره ثانيه، بس خليني ابتدي بالمشوار الاهم 48 ساعه. انا بيتهيألي انه انتوا لما كنتوا بتلعبوا مع كابتن جوهري وبتستعدوا لتصفيات كاس عالم كانت الاجواء كلها، كانت مصر كلها الحقيقه في حاله مسانده للمنتخب، في اهتمام اعلامي وجماهيري وعلى مستوى اللاعبين والانديه طبعا بمشوار التصفيات. حاسس انه نفس الحاله دي مشابهه لبدايه مشوار تصفيات كاس العالم السنه دي او لا كانت الحاله يعني فيها تركيز اكبر، مسانده اكبر، يعني في عوامل كتيره جدا طبعا. هو بداية الكابتن جوهري نفسه كان عنده ملكة ازاي يحشد الناس، صحفيين، اعلاميين، جماهير، دي واحدة. وفي حاجات خارجية بقى خارجة عن الموضوع، يعني مثلا عدم وجود الجماهير دلوقتي دي مؤثرة كتير جدا، عدم حضور الجماهير يعني بصورة كبيرة. كان وقتنا انه الملعب على طول بيتقفل تقريبا يعني. في عوامل اخرى، الانتظام
المسابقات والوقت كان ما كانش فيه موضوع الأجندة الدولية إنه تتجمع بس قبليها ثلاث أيام، كان ممكن بتقعد أسبوعين ثلاثة معسكرات طويلة شوية. ففي أمور اختلفت شوية عن الفترة اللي احنا كنا بادئين فيها في تصفيات كأس العالم يعني. طيب بتشوف ازاي مشوار المنتخب وتقييمك لمستوى المنافسين اللي معاك في المجموعة؟ عندك أنجولا، جابون، وليبيا. بص، هو تعتبر المجموعة ما تقدرش تقول ضعيفة لأنه ما بقاش في فرقة في إفريقيا ضعيفة، يعني يمكن زمان كان في مستويات ضعيفة جدا وفي مستويات عالية جدا، زي مثلا الجزائر، نيجيريا اللي هو بيتنافس تملي يعني، الكاميرون، الجزائر طبعا، لا انا بتكلم على المستويات العالية على طول يعني، المغرب، غانا تونس، في حوالي 10 فرق تملي هي اللي كانت الكريمة وهي وما زالت طبعا. ولكن دخل في السنين الأخيرة فرق كتير لأنه عدد المحترفين الأفارقة في أوروبا وفي الخارج عامة، مش في أوروبا بس، حتى في آسيا، في الصين، في الدوري الصيني، الدوري الياباني، الدوري السعودي، الدوري القطري، أعداد كبيرة جدا من اللعيبة المحترفين من دول ما كانش بيبقى فيها عدد كبير كده يعني. الجابون دلوقتي بقى فيه عدد كبير من المحترفين، أنجولا بقى فيه عدد كبير من المحترفين، تنزانيا بقى فيه عدد كبير من المحترفين، مدغشقر. يعني احنا لما شفنا مدغشقر وتنزانيا هنا في بطولة الأمم الإفريقية مستوى اختلف كتير قوي عن فترات قبل كده اللي انت كنت بتلعبوا فيه، صح؟ فما فيش شك انه في مستويات طبعا، ده أكيد، وما زال في مستويات أولى ومستويات تانية ومستويات تالتة، ولكن بقت في تقارب في المستويات، ما بقتش في الفروق الواضحة قوي. فهي المجموعة طبعا طالما ما فيهاش الجزائر، كاميرون، ساحل العاج، تونس، الحاجات دي، يبقى الحمد لله. ده طبيعي. طبيعي طبعا. لأن هم دول رايح لهم، رايح لهم يعني، لو ما أنت بعد كده هتروح لهم. بس هتبقى إن شاء الله واحدة ذهاب وعودة. لكن أنا قصدي إيه من الحتة دي؟ إنه بالتأكيد طبعا كرة اتطورت، وبالتأكيد الثلاث منتخبات عندهم حظوظ، بس من وجهة نظر كابتن أسامة في فرقة ممكن تكون بتنافسك على البطاقة، وبالتالي ماتشاتك معاها هتكون اكتر اهميه. انا عارف انه اللي عايز يتاهل او يتصدر لازم يكسب ماتشاته كلها، بس هو الخوف في الموضوع ده. فانا بقول لك المجموعه متوازنه طبعا، ما فيش شك انه طبيعي ان مصر هي اللي عندها الحظوظ الاولى مفروض، تمام، زي ما اتكلمنا على المستويات الكبيره اللي هي الكاميرون والجزائر لازم نحط مصر كده، مظبوط. ولكن انجولا والجابون تحديدا، مع احترامي الكامل لليبيا لظروفها وانها بتلعب خارج ملعبها ومفيش انتظام في المسابقات عندهم والظروف اللي بيمروا بيها، هي ابعد فرقه في المنافسه يعني عن مصر وانجولا والجابون. ولكن ماتشهم او الماتشين بتوع ليبيا هيبقوا فارقين جدا في الوصول، لان هم مش فرقه سهله. المنتخب الليبي مش فريق سهل، وقريب كانوا واخدين الامم الافريقيه اللي هي بدون المحترفين وعندهم لعيبه جيدين، فممكن هيعملوا بعض المفاجآت في ماتشات. ايوه. فالماتشين بتوع ليبيا هيبقوا مؤثرين جدا 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 في الوصول لكأس العالم. مش بس المباريات اللي هي مع المرشح اللي بيزق معاك جامد اللي هو الجابون وانجولا، يعني الاثنين مستوياتهم متقاربه، تقدر تقول عليهم في المستوى الثاني اللي هو بتاع افريقيا. يعني احنا قلنا المستوى الاول وقلنا الدول اللي تملي بتروح كاس عالم، اللي تملي بتحصل على الامم الافريقيه اللي هي السبع ثمان دول التقليديه تقليديه يعني. أي. وهم الاقرب انه حد فيهم يوصل، الخمسه اكيد هيوصلوا منهم. مفيش شك. لكن الجابون وانجولا هيبقوا منافسين قويين جدا لمصر في المجموعه، وليبيا هتبقى هي اللي عايز اقول ايه، السلم للوصول ليه بقى؟ لانك انت مع فرقه زي ليبيا، زي ما قلت لك بتلعب بره ملعبها، ما بتلعبش في ليبيا، ما بتلعبش وسط جماهيرها، ففرصتك انك انت تكسبها في المباراتين موجوده. فالخوف بقى انك انت مثلا تخسر منهم مباراه او تتعادل معاه مباراه، هتاثر جدا في اللبنات بتاعت المجموعه. تمام. ده على المدى البعيد كابتن، على المدى البعيد. لكن مواجهه انجولا طبعا بالنسبه لي ليها ظروفها الخاصه يعني، وانا بيتهيألي انه
انا مش عايز اجي شويه لحته المسابقات المحليه، لكن هي هتاثر على المنتخب باي شكل من الاشكال. يعني لما بصينا للمواعيد، خليني اقول لكم وراجع مع كابتن اسامه كده مواعيد لقاءات مصر في تصفيات كاس العالم، تقولها لنا كابتن اسامه. اتفضل. 1/9 طبعا اللي هو بعد بكره مع انجولا هنا في القاهره. تمام. ده مفروض لازم تكسبه، ما فيش حاجه اسمها تعادل. انت ما يقبلش الاسم على الاثنين، يعني التعادل هيعتبر خساره طبعا، لانه بدايه دي نقطه. ثانيا زي ما قلت لك، انت في ماتشات مش عايز يحصل فيها مفاجآت. انجولا هنا، ليبيا هنا، الجابون هنا، وبعد كده بتفكر في بره ملعبك، لانه غالبا مش بقول انك تخسر في بره ملعبك او تعمل نتيجه يعني غير جيده، ولكن طبيعي انك في ملعبك انك مفروض انك تحصل على العلامه الكامله، تفرق كتير جدا طبعا. وانك انت تعطل انجولا في اول مواجهه دي بالنسبه لنا، يعني انت بتكسب ثلاثه وبتحرم انجولا من ثلاثه الى حد كبير طبعا، ده يعني ياكد على فرصك في المجموعه اكيد. فعشان كده البدايه هتبقى مهمه قوي، 1/9 مع انجولا. هتكلم معاك على الماتش ده بتفاصيله دلوقتي. نكمل بس بقيه الاجنده. 5/9 الجابون هناك، مظبوط. 6/10 ليبيا هنا، و10/10 ليبيا هناك. هناك تمام. وطبعا هناك دي مش معروفه لسه مش معروف. هم ساعات بيلعبوا في تونس، ساعات في ماتشات لعبوها طبعا في مصر، بس هم مش هيقدروا يلعبوا اكيد في مصر، هيختاروا دوله اخرى يعني. وبعدين 11/11 انجولا هناك، ثم نختم ب الجابون هنا. الجابون هنا يوم 14 الجابون هنا. صحيح. يعني بنتكلم في حسبه شهرين. لما اجي ابص مع حضرتك قبل ما ادخل في انجولا برضو، لان انجولا ليها ظروفها زي ما اتفقنا، لما اجي ابص للشهرين دول، حضرتك عارف طبعا ان الموسم ده موسم شاق وطويل جدا على لاعبتنا. مظبوط. اعتقد انه القوام الاساسي للمنتخب في مواجهه انجولا هيعتمد بشكل كبير جدا على لعيبه النادي الاهلي، اللي هي يعني عملت موسم استثنائي. مفترض ان هم يلعبوا 1 و5، ولو كملنا كاس مصر يلعبوا 10 و13 و17 و20، 24 حتى اللحظه مفترض نهائي او بطوله سوبر افريقيا، عشان ترجع تلعب يوم 6/10 و10/10 مع ليبيا. الحمل البدني الكبير جدا اللي كان على لعيبه النادي الاهلي، وغياب المحترفين اللي غالبا مش هيلعبوا، غالبا يعني في توقعي او في تقديري ان يعني ننسى صلاح والنني وتريزيجيه ايا كان السبب يعني في تصفيات كاس العالم، ده يأثر ازاي على فرص منتخب مصر، وازاي الجهاز الفني بقياده كابتن حسام يتعامل مع التحديات دي؟ طبعا هي تحديات كبيره، وانت ذكرت اهمها اللي هو ضغط الموسمين دولت. ضغط كان كبير جدا جدا جدا، وبالذات على لعيبه النادي الاهلي، لانهم كملوا في البطوله الافريقيه وحصلوا بطوله انديه الافريقيه وحصلوا عليها، ودي عملت عليهم ضغط ولود كبير قوي في الدوري العام، وضغطت الماتشات. لعبنا مثلا 15-16 مباراة في اقل يعني شهر وشوية، حاجة بسيطة. فطبعا بتأثر، لانك كل ما بتاخدش راحتك الكافية اللي هو الاستشفاء اللي احنا بنقول عليه، طبيعة الحال بتأثر على ادائك الفني، بتأثر على ادائك طبعا البدني اللي هو بيأثر على الاداء الفني، وكمان ذهنيا وعصبيا بتتأثر، لأن الجسم مش آلة، وحتى الآلة أحيانا بتحتاج بعض الوقت من الراحة. فالجسم لازم يرتاح عشان يرجع بقوته الطبيعية تاني، إنه يبقى في أحسن أو في قمة المستوى. مفيش وقت للراحة. ده مفيش وقت للراحة. تخلصت 27 دخلت معسكر 28. مظبوط. فده كان واضح جدا مأثر على لعيبة مصر بصفة عامة، ولعيبة النادي الأهلي بصفة خاصة لطول الموسم. لطول الموسم وعدد ماتشات كبير جدا طبعا، وكمان بيأثر على الإصابات. انت كل ما بتبقى مش مرتاح كويس، بالبلدي كده اللي هو اللي احنا بنقول عليه الاستشفاء، مش مرتاح كويس، العضلة بتبقى معرضة للإصابة اكتر بكتير لما بتكون مرتاح. مظبوط. لانه في ضغط بدني، ضغط زي ما قلت لك عصبي، بيأثر على الجهاز العصبي المركزي، فبيأثر على قراراتك، بيأثر على طريقه جريك، تفكيرك، الرشاقه، بيأثر على كل حاجه، فبتبقى سهل تتصاب. فكمان انت ما بتعرفش الاصابه دي حظك بقى، احيانا بتبقى اصابه بسيطه
صحيح بيروح عندك عدد كبير من الماتشات، بس تقدر ترجع بسرعه. لكن كمان ممكن تكون لا قدر الله تحصل لك اصابه كبيره تقعد لك بقى فيها شهرين وثلاثه، او لا قدر الله الاصابات الكبيره زي الرباط الصليبي والحاجات دي ممكن تقعد 6 شهور ل9 شهور. فما فيش شك ان تلاحم المواسم بالطريقه دي والضغط العصبي اللي على اللعيبه من عدم الراحات ده مؤثر جدا وهيأثر على المنتخب. واعتقد ان الكابتن حسام الميزه الوحيده ان في المنتخب انه كل مباراه ممكن يختار مجموعه عناصر من كل مصر، يعني غير الانديه بيبقى مقيد بالقائمه اللي هي 30 واحد. انا لما احرمه من المحترفين لا طبعا مؤثر. لا يعني طبعا احرمه كمان من العناصر الاساسيه الهيكل الاساسي للمنتخب من النادي الاهلي. لا مؤثر. واطلب منه مكسب في 6 ماتشات في خلال شهرين، واطلب منه يروح يلعب بطوله كاس عرب وبعدها امم افريقيا. لا صعب موضوع. هو الغريب في الموضوع كابتن اسامه، وهسمع تعليقك على ده، انه ده لم يتم اخده في الحسبان من فتره طويله جدا. ما حدش فكر في المنتخب، وما حدش فكر في مشوار المنتخب وارتباطات المنتخب، وكاننا فوجئنا بيها زي كده مسلسلات رمضان. الحقوا يا جماعه صوروا مسلسلات عشان رمضان بكره. خليني اسمع راي وتعليق كابتن اسامه عرابي ضيفنا في السادسه، بس بعد فاصل سريع. على الرغم من مرور 15 عاما على رحيل واحد من ألمع النجوم الذين عانقوا الساحرة المستديرة، وكان في بداية مسيرة نحو كتابة التاريخ في القلعة الحمراء، لم ولن تنسى جماهير الكرة المصرية باختلاف انتماءاتها الراحل محمد عبد الوهاب نجم النادي الأهلي، والذي فارق عالمنا إثر أزمة قلبية تعرض لها في تدريبات النادي الأهلي في عام 2006. في عمر 14 عاما بدأ مشواره مع الكرة بمركز شباب سينورس، وخاض عن طريق مدربيه اختبارات البراعم في نادي الزمالك واجتازها بنجاح، واستمر مع فرق الناشئين 4 أشهر. لكن والده رفض التوقيع على استمارات القيد بالزمالك، فانتقل لمركز شباب الألومنيوم الذي لعب له 3 مواسم. لعب في بدايته كرأس حربة مع الألومنيوم، تألق فيها وسجل الكثير من الأهداف. بسبب تألق عبد الوهاب مع الألومنيوم ضمه كابتن حسن شحاتة لصفوف منتخب مصر للشباب، وشارك في نهائيات كأس الأمم الإفريقية للشباب في بوركينا فاسو عام 2003، وساهم في وصول منتخب مصر للمباراة النهائية وحقق معهم أول بطولة له. تألق عبد الوهاب اللافت مع المنتخب جذب انتباه مسؤولي النادي الأهلي الذين سارعوا باستعارته لموسمين من الظفرة، لكن عبد الوهاب لم يستطع حجز مكان أساسي في تشكيلة مانويل جوزيه لتألق الأنجولي جيلبرتو، فلم يشارك طوال الدور الأول لموسمه الأول مع الأهلي سوى في شوط واحد. كان الموسم الثاني لعبد الوهاب للأهلي بمثابة الانطلاقة الحقيقية للاعب في مسيرته الكروية، وذلك خلال مباراة الأهلي والنجم الساحلي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا في عام 2005، بعد أن دخل بديلاً لجيلبرتو ليقدم أداءً مبهراً ويلعب كرة عرضية أحرز منها أسامة حسني الهدف الثاني من ثلاثية الأهلي التي حصد بها اللقب الإفريقي وقتها، ونال إشادة البرتغالي مانويل جوزيه. وبات عبد الوهاب لاعبا مهما في صفوف الأهلي ومنتخب مصر، خاصة بعد مشاركته الإيجابية في فوز الفراعنة بكأس الأمم الإفريقية 2006، ليصبح بعدها أحد أبرز نجوم القلعة الحمراء. حقق عبد الوهاب خلال مشواره الكروي 10 بطولات، منها 7 مع الأهلي و3 مع المنتخبات، وهي درع الدوري موسمي 2005-2006 و2006-2007، وكأس السوبر المحلية في افتتاح موسمي 2005-2006 و2006-2007، وكأس مصر موسم 2005-2006، وكأس دوري أبطال إفريقيا عام 2005، وكأس السوبر الإفريقية
عام 2006 وكأس إفريقيا للشباب بوركينا فاسو عام 2003 وكأس العالم العسكرية في ألمانيا عام 2005 وكأس أمم إفريقيا في مصر عام 2006. رحم الله أرواحا لا تعوض عاشت في قلوب ووجدان الملايين. مش ممكن أبدا أبدا حد يخلص ويدي وينتمي ويحس، أهم من ده كله أنه الجمهور يحس ويلمس ده بشكل حقيقي، ممكن أبدا تنساه. يبقى محمد عبد الوهاب واحد من النجوم اللي اسمه محفور في ذاكرة وفي عقول وفي قلوب جماهير النادي الأهلي. بكرة الذكرى، رحيل واحد من ألمع النجوم. سيبك من أنه كان واحد من أفضل لعيبة في مركزه وأفضل من أفضل باكات الشمال اللي جم في تاريخ النادي الأهلي، رغم أنه مشواره يمكن ما كانش كبير قوي، لكن قد إيه وصل للناس وقد إيه حبه وانتمائه للنادي الأهلي اترجم الحقيقة في حالة عاطفة جارفة من جماهير النادي الأهلي لاسم محمد عبد الوهاب. ولغاية النهاردة رغم أنه يمكن مر على رحيله 15 سنة أو أكتر، لكن الناس ما تقدرش تنسى عبد الوهاب ولا تنسى حالة الصدمة اللي عاشتها وحسيتها في لحظة إعلان عن خبر رحيل محمد عبد الوهاب. انت يمكن دربته كابتن اسامه بيتهيألي. طبعا. والحمد لله كمان انا يعني من الناس اللي كنت سبب ان اقنع مستر مانويل جوزيه بمحمد عبد الوهاب. كنت بتابعه كويس في المنتخب وكده، ومن الناس اللي كنت مؤيدين بقوه ان يجي رغم ان كان في اعتراضات من بعض الناس الثانيه، لكن مستر مانويل كان اقتنع وجابه، وكان واحد من المع نجوم النادي الاهلي اللي لعبوا في مركز ظهير الايسر، وكمان على المستوى الفني طبعا، وعلى المستوى الانساني والشخصي كان انسان محترم جدا الله يرحمه. شخصيه رائعه يعني، دي حقيقه مش بنقول كده عشان يعني مجامله او حاجه، لا دي حقيقه، كل الناس اللي اتعاملت معاه تعرف كده انه كان شخصيه مهذبه جدا، محترم يعني، قوي جدا في الملعب ومحترم وهادي جدا خارج الملعب. مش ممكن الجماهير ما عندوش مشاكل خالص، مفيش يعني. الجماهير ما بتحبش حد جوه الملعب بس، الجماهير بتحب الباكج كله على بعضه. صحيح. يعني مهما كانت عبقريتك ومهما كانت امكانياتك ومهما كانت مهاراتك، والنماذج كتير، انا مش عايز اقول اسماء، لكن نماذج كتير قوي كانت عندها كوره عاليه قوي، لكن بره الملعب ما قدرتش تعيش وما قدرتش، ولو قلت اسمهم النهارده للجمهور ما حدش هيفتكرهم، ما حدش يعرف عنهم حاجه. دي حقيقه. بمناسبه كلامك، اتفضل. بمناسبه كلامك عن جوزيه، كنت بقول يعني كتير من نجوم النادي الاهلي اللي اشتغلوا او اللي لعبوا فتره مانويل جوزيه كانوا بيقولوا انه راجل كان بيثق في كلام كابتن اسامه عرابي بشكل مطلق، يعني ثقه عمياء. الحمد لله. يعني كان في تفاهم بيننا يعني، وكان بيقتنع بوجهه نظري في اشياء كتيره الحمد لله يعني. طبعا انا وكل اللي اشتغل معاه، كابتن مختار، كابتن حسام البدري، بعد كده كابتن علاء ميوب، كل واحمد ناجي بالنسبه لحراس المرمى كان معانا، كل الناس اللي اشتغلوا معاه، فالحمد لله كان يعني يستمع لوجهات النظر كويس. يعني الفتره دي بمناسبه يعني ان احنا فتحنا الكلام عن جوزيه، وفتره انا بتهيألي يعني يعشقها كل جماهير النادي الاهلي، لما بتتكلم على بالذات الولايه الثانيه يمكن مستر مانويل، يعني بنتكلم على اهلي سوبر على كل المستويات. طبعا. عندنا مقدمات تقول انه الاهلي السوبر ده راجع تاني مع موسيماني. ممكن انا ما فاتش منتخب مصر، بس هو الكلام جاب بعضه، هرجع لازم هرجع لمنتخب مصر بس يعني. ممكن طبعا، مفيش شك. طبعا ممكن، لكن هي الفكره ان ساعات في ظروف محيطه بالموضوع كله، يعني بالمناخ كله اللي موجود، سواء في الكره المصريه يعني، او اللعيبه اللي بتبقى موجوده في الفتره ديت، او المدير الفني نفسه، ففي اشياء بتتشابه وفي اشياء بتختلف. فمش شرط ان التجربه ترجع بنفسها، ولكن ممكن تبقى قريبه منها جدا او على خطاها يعني. الفتره دي تحديدا ماشيين في نفس، انت تقييمك انه احنا ماشيين في التراك ده يعني. النهارده بنتكلم على صفقات ودعم الفريق في الموسم الجديد، اربع صفقات مهمه، واعتقد في صفقات تانية جايه في الطريق.
هكلمك في الاهلي. طب خلينا عشان ما ننساش المنتخب خلينا نقفل منتخب مصر. زي ما كنا اتكلمنا، يمكن اتكلمنا على عنصر الاجهاد، اتكلمنا على عنصر غياب المحترفين. خلينا كلامك كمان على عنصر مهم جدا، هي فكره الفكر مستر كابتن حسام البدري مع اللعيبه اللي موجوده معاه. المنتخب بقاله كتير قوي ما لعبش، بقاله كتير ما اتجمعش، هيبتدي مع بدايه قويه جدا، اصعب فريق في المجموعه انجولا. ازاي شايف انه الظروف دي، وازاي شايف المواجهه مع انجولا بعد بكره ان شاء الله؟ لا المواجهه مش هتبقى سهله. زي ما انا قلنا ان انجولا من الفرق اللي بقت كويسه جدا في افريقيا، صحيح هي مش في المستوى الاول لكن منتخب بقى واعد وهايل يعني، وشفناه في اكتر من بطوله او تصفيات او كده شفنا اداؤه. لكن منتخب مصر مفروض انه الافضل، وانه لازم يكسب المباراه ديت. مش هقول انه لان الكره الحلوه هي اللي بتجيب مكسب طبعا في الطبيعي، لكن احيانا انك لازم تطلع بالمباراه دي بمكسب باي شكل من الاشكال. الوقت كان قليل بالنسبه للكابتن حسام البدري زي ما انت قلت، انه ما فيش تقريبا ماتشات اتعملت في الفتره اللي فاتت، ودخلوا على الماتش ده على طول، فهيبقى تعليمات يعني النواحي الخططيه والحاجات دي هتبقى واخده جزء، لانه المفروض مدرب المنتخب بيشتغل على الجزء ده تحديدا، والتشكيل والخططي مش بيشتغل على بدني كتير ولا الحاجات دي. لكن الحاجات المختصر المفيد بيقولوا، لانه خلاص 48 ساعه وبيلعب. صحيح. يعني ما العامل النفسي هنا مهم كابتن اسامه طبعا، اللي هيلعب على دي كتير جدا، لانه لازم التحفيز يبقى بشكل كويس قوي، انه ده حلم انه اي لاعب يتمنى مهما لعب في كل امم افريقيا، لعب انديه، لعب كاس عالم في حته ثانيه، هو الكريمه او بتاعت التورته او الكريزه زي ما بيقولوا. أيوة. الاخيره اللي كل نجم بيتمنى يكون في كاس العالم. فاكيد كل دي هيبقى في تحفيز للعيبه، وهم اللعيبه شخصيا كمان يعني، طبعا اكيد الكابتن حسام وجهازه هيقول كده، لكن اللعيبه نفسهم بيبقوا متحفزين انه نفسهم يشاركوا او يلعبوا في كاس عالم يعني. اتمنى لهم طبعا التوفيق، لكن زي ما انت قلت العوامل دي بتاعت الاجهاد والكلام دوت لازم يتغلبوا عليها، لازم يستغل الخمسه اللي هم الاحتياطي اللي هينزلوا بشكل كويس جدا. التوقيتات، الناس اللي هتبتدي، والتغييرات، الناس اللي هتكمل، ما هي كل الحاجات دي بقى التفصيلات الصغيره اللي لازم يشتغل عليها عشان يقدر يخرج بالمجموعه كلها اللي بيلعبوا ال 90 دقيقه انه ينهوا الماتش مكسب. تمام. لانه ده مهم جدا يعني. السكواد اللي اختارها، الاسماء اللي اختارها كابتن حسام البدري، هو بنسبه يعني 95% اختيار سليم يعني. تمام. طالما بعد محمد صلاح وتريزيجيه وكمان النني في نص الملعب يعني تقريبا، يعني اذا كل واحد هيبقى ليه وجهه نظر، هيبقى ليه وجهه نظر في اللاعبين في ثلاثه بالكثير واحد، لكن بنسبه 95% تقريبا هو ده القوام المتفق عليه. متفق عليه يعني. يعني انت مش يعني لو جبت اي مدير فني او واحد حتى من الجماهير وبتاع، هتلاقي مش اقل من 18 20 لاعب اللي هم هيكونوا في التشكيل الاساسي مع الاحتياطي، هتلاقي الناس متفقه يعني. الاختلافات هتبقى في عدد محدود. مين كان نفسك تشوفه في المنتخب مع كابتن حسام؟ في حد شايف انه كان منور قوي يستاهل انه كان يبقى موجود، او كان هيبقى اضافه للمنتخب؟ والله انا يعني بص خلي بالك، هو اتكلم في المؤتمر الصحفي على ابراهيم عادل وعلى محمود صابر. يعني قال ان هم عناصر مبشره، بس الوقت والتجربه والخبره. مظبوط. انا كنت لسه هتكلم في دي. خلي بالك في لعيبه بتبقى منوره وكويسه وكل حاجه، بس التوقيت مش مناسب ليها. يعني غالبا انا لما باجي اختار منتخب بشوف المحترفين، ده جزء من القايمه واخد مكانه. لعيبه النادي الاهلي لانها متمرسه في بطولات افريقيه، في كاس عالم متمرسه ولعبت ماتشات تقيله. بركز في لعيبه الزمالك برضو نفس الشيء، لانه برضو متمرسين في افريقيا ومنتخب و و و الثالث دلوقتي بقى بيراميدز نفس الشيء. بس في لعيبه ممكن تبقى واعده، تبقى مميزه، تبقى
ممكن حد من الجمهور يبقى شايف انه ينضم، ولكن توقيته بيبقى مش مناسب دلوقتي. تمام. فابراهيم عادل طبعا لعيب مميز جدا، وان شاء الله يبقى ليه مستقبل قدامه وكده، فعلا من اللعيبه اللي كانت ممكن يعني تنضم في بس كمان مع الوقت هيبقى افضل. لكن انا شايف انه الاختيارات يعني مناسبه كده، مفيش حاجه. طيب خليني اكلمك على مراكز في يعني في خلاف مين يلعب ومين يقعد. خليني اكلمك واسمع وجهه نظر كابتن اسامه عرابي، بس اسمح لنا نروح للفاصل الاخير ونرجع لحضراتكم مره ثانيه في السادسه. اقفل الكلام على ماتش منتخب مصر بالتشكيله والطريقه. التشكيلة الأمثل لمواجهة أنجولا، أنا بالتأكيد يهمني القوة الضاربة لمنتخب مصر بصرف النظر طبعا عن الألوان، يهمني نكسب المباراة دي بأي شكل من الأشكال. أعتقد هتريح الجهاز الفني وتريح اللعيبة وتريحنا احنا كجماهير في مشوار التصفيات. فخلينا نرجع مرة تانية كابتن أسامة عرابي ضيفنا النهاردة في السادسة، أهلا بيك كابتن أسامة مرة تانية. شايف في بعض المراكز اللي الناس محتارة فيها شوية، مش عارفة كابتن حسام ممكن طبعا هو ليه الكلمة الأولى والأخيرة طبعاً. بس يعني نسمع رأي كابتن أسامة برضو. يعني بداية نص ملعب قفشه ولا عبد الله السعيد، غياب صلاح يخلينا نقول الشحات رمضان ولا زيزو رمضان، نبتدي بمصطفى ولا نبتدي بمحمد شريف، تلعب في نص الملعب عندك سليه وحمدي وطارق الثلاثه عاملين موسم كويس، يعني تقول لنا كده التشكيله الامثل من وجهه نظر كابتن اسامه، وهل وارد انه غياب صلاح يفرض او يخلي كابتن حسام يغير الطريقه بتاعت لعب المنتخب؟ ممكن طبعا، ممكن. لكن الاغلب انه هيلعب بنفس الاسلوب، هيلعب بنفس هو 4 2 3 1 في الغالب. هو بس اللي ممكن يبتدي باثنين، ما هي دي الحاجه الوحيده اللي ممكن تخليه يلعب باثنين هي وجود شريف ومصطفى محمد، لانه الاثنين فعلا بوضوح هم افضل اثنين مهاجمين في مصر، الاثنين هدافين، كل واحد عنده مقومات معينه. مصطفى تقدر تقول عليه اللي هو الاسلوب شويه اللي كل الناس بتقول عليه محطه، ما انا ما بحبش اقول اللفظ ده، بس يعني اللي هو واقف شويه عليه لو بتسند عليه، مميز في ضربات الراس، بيشوط كويس برجله الاثنين، طبعا عنده خبرات وخد خبره في الدوري التركي، وهداف ولاعيب مميز يعني. شريف عنده حاجات بقى مختلفه شويه عن مصطفى، اسرع، بيلعب على طول بوشه خلف المدافعين، عنده حركه تمركز عنده حركه على الاطراف اكتر، مش الفراوده اللي هي واقفه على طول بالشكل التقليدي يعني. فهم الاثنين مميزين جدا، وهم الاثنين يعني عندهم مقومات مختلفه شويه. ايوه انت تبدا بيهم جيدة. انت تبدا بيهم والله. بص انا يعني يا ريت طبعا ممكن يفكر يبدا بيهم، بس هتبقى في الطريقه بتبقى فيها مختلفه شويه. أيوه. ممكن صراحه ممكن شريف مثلا يتطرف احيانا ناحيه طرف من الاطراف، فهو دي برضو راجعة لفكرة الكابتن حسام في الآخر، لأنه هما فعلا الاتنين يمكن أكتر مكان هيبقى محير بالنسبة. طيب لو ما غيرش الطريقة، لو ما غيرش الطريقة ممكن يبتدي بمصطفى محمد الأول ويخلي شريف كبديل، لأنه هيلعب بأجنحة بقى، هيلعب بيلعب مثلا عندك واحد صلاح، زي عندك صلاح محسن، عندك شحات، عندك أحمد سيد زيزو، عندك رمضان، مين يبتدي ومين يقعد؟ هو غالبا ممكن هيبتدي بزيزو في الجنب في اليمين، وممكن يبتدي برمضان صبحي ناحيه الشمال. قفشه ولا عبد الله؟ وعبد الله انا شايف ان قفشه حالته كويسه جدا، وعبد الله طبعا عنده خبرات، بس انا شايف ان قفشه هو الاقرب ان يبتدي. الفتره الاخيره هو الاخف، هو يعني شكلا افضل في الدوري، جاب جوان كتير. عبد الله نفس الشيء، ولكن انا شايف انه قفشه هو يستحق يبتدي. تمام. الباك رايت انا شايف برضو اكرم توفيق ماشي بشكل كويس، يعني عمر جابر لعيب كويس وكل حاجه طبعا ما فيش شك، لكن انا شايف حتى دفاعيا اكرم توفيق أكرم قوي واقف وصلب، يعني ما فيش اعتقد مشكله في حجازي والونش غالبا يعني، ومعاهم ايمن اشرف، عبد الشافي في الشمال، عبد الشافي وفتوح دي بقى هتبقى فيها اختلاف برضو شويه. أيوه. يعني عبد الشافي خبره وكده، وهو اللي بيلعب الفتره الاخيره، عامل موسم كويس بصراحه، وعامل موسم كويس بس لسه منضم ومحترم بصراحه،
طبعا من جدا. ما هو ده بقى من اللعيبه زي ما بنقول في نماذج، ده من اللعيبه برضو اللي لعبا جيد وخلقا جيد يعني. طبعا الشناوي ما فيش كلام، هو الحارس الاول محمد الشناوي طبعا. طارق حامد هيبقى موجود ومعاه واحد من حمدي والسليه غالبا، لانه طارق يمكن عشان بقاله سنين بيلعب اساسي في المنتخب. يعني حمدي دخل فترات متاخر، السليه راح في الفترات السنه الاخيره او السنتين الاخيره. فهو هيبقى طارق وواحد من حمدي والسليه، والاثنين عملوا موسم هايل يعني. فانا شايف ان هو اقرب يعني شناوي اكرم حجازي الونش فتوح وعبد الشافي، يعني دي فيها اختلاف شويه. طارق وحمدي والسليه واحد فيهم، زيزو، قفشه، رمضان صبحي، مصطفى محمد، ده اقرب حاجه. كل التوفيق لمنتخب مصر. نروح بقى للفانيله الحمراء للنادي الاهلي، اللي بالتاكيد طبعا الموسم الجديد بدا التحضير ليه. قلنا اهلي 2022 از لودنج، اولى الصفقات اللي تم الاعلان عنها او اربع صفقات تم الاعلان عنهم في خبطه اولى، لسه في ان شاء الله ضربات ثانيه. رايك في صفقات الاهلي الجديده، اللعيبه اللي انت كونت عنها فكره؟ يمكن كريم فؤاد تابعناه في الدوري المحلي، حسام حسن برضو عارفينه وحافظينه، نسمع رايك فيهم. لكن كمان يهمني اسمع رايك في بيرسي تاو ولوي ميكيسوني، لان الحقيقه الاثنين ميكيسوني ما كانش بعيد قوي لانه برضو تابعناه في بطوله دوري الابطال. بالنسبه لكريم فؤاد لعيب مميز واعد، و يعني عنده ايه مرونه تكتيكيه زي ما بنقول احنا، اللي هو ما بيلعبش في مكان واحد، بيلعب الباك شمال، بيلعب باك يمين، واحنا محتاجين الموضوع ده الاثنين يعني. محتاجين الاثنين، محتاجين الناحيتين، لانك انت الموسم طويل بالنسبه لك وبتحتاج لعيبه كتير، واحيانا كان بيبقى في مشكله شويه لما بيحصل غيابات لبعض اللعيبه الاساسيين في المكان ده. فكريم فؤاد بيعرف يلعب باك رايت، بيعرف يلعب باك يمين، بيعرف يلعب في نص الملعب، سريع وعنده مهاره. وكمان عنصر مضاف لي انه هو صغير يعني، عندك كمان قدام تبني عليه سنين جايه. فهو لعيب مميز وربنا يوفقه طبعا. حسام حسن معروف ومهاجم جيد ومن الهدافين بتوع الدوري في السنين الاخيره. وانت برضو محتاج حد مع محمد شريف يكون بديل بيعرف يجيب جوان. ايوه فبرضو نفس الشيء. ماكسوني طبعا شفناه مع تسيمبا التنزاني، لعيب مهاري. وانت محتاج الاجنحه وجناح، لان برضو كانت من المشاكل اللي عند النادي الاهلي شويه، لما بتغيب الاجنحه الاساسيه بيبقى في مشاكل شويه. يعني من المراكز اللي فيها مشاكل شويه في النادي الاهلي. طيب على الرغم من الاسماء اللي فيها كابتن، لا ما هو لعيبه مميزين، انا مش بقول ان هم قليلين. أيوه. ولكن في فتره سنه او سنتين جم قبل كده كان عندنا مثلا بتاع 10 اجنحه كانت عامله تخمه. والسنه الاخيره في شويه نقص في موضوع الاجنحه، يمكن طاهر غطى شويه مع كهربا مع الشحات، هم كلهم لكن الحقيقه ايه مثلا كان بعد شويه اتصاب فتره. ايوه طاهر دخل متاخر. يعني انت برضو محتاج حد في الجناح. على الرغم من، خليني اقول لك ملاحظه انه يعني دايما احنا كده بنقيس كده زي ما بيقولوا نبض الجماهير. يعني عايز اقول لك انه السيزون ده الاهلي مقفله الاجنحه بتاعته باستثناء يمكن اجايل اللي كان بعيد شويه، فورمتها عاليه جدا. يعني كهربا مقفل الموسم بشكل محترم جدا، حسين الشحات مقفل الموسم سوبر، طاهر من البدايه مقدم مردود كويس في اول سنه، صلاح محسن مع ان صلاح بيحب يلعب مهاجم صريح اكتر يعني، بس لكن لا انا في كل المواجهات الثقيله واللي الاهلي كان يعني محتاج فيها ورقه رابحه، صلاح كان ورقه رابحه كويسه جدا. لا طبعا هم الاربعه عملوا موسم هايل، يمكن بس هو اجايل اللي انا بعتبره واحد من افضل اللعيبه الافارقه اللي جم في مصر، ولكن ظروفه السنه الاخيره اصاباته والتقل الوزن اللي كان بينزل بيه ما كانش في حالته. لكن الاربعه طبعا عملوا موسم كويس، ولكن برضو محتاجين حد منافس ليهم، لان ده هو النادي الاهلي. يعني النادي الاهلي طول ما انا لعبت فيه من 82 كل مكان كان منافسه فيه شرسه بدرجه غير طبيعيه. أيوة. بترفع من مستوى اللاعب، بترفع من وبتخليه مصحصح على طول، مش مش ان اقول انا غبت مش فارقه. لا بتبقى قلقان على مكانك. أيوة. ان في حد
منافس تقيل يعني. أيوة. فانت كنت محتاج، فلويس ماكسوني لعيب كويس وانا اتمنى له التوفيق. أيوة. هو بس بيرستاو انا صراحه لم اشاهده ولا مره. يعني هما اكيد بيتقال انه لعيب جيد وكده، بس هو النقطه الوحيده اللي انا بس يعني هي دي اللي شويه بتبقى غريبه بالنسبه لنا، انه لما بيجي لعيب من اوروبا يعني اتمنى له انه يكون جاي عشان يركز مع الفرقه ويؤدي فيها بصوره كويسه قوي. احنا في لعيبه جت لنا من اوروبا مخلصه كوره، جت عندنا في الاهلي بقت سوبر ستار يا كابتن اسامه. لا ما انا مش يعني انا مش بقارن، انا بس بقول يعني انه مش بالضروره دايما اللي جاي من اوروبا يبقى مستواه اعلى من اللي موجود في افريقيا. لا بالعكس، في لعيبه في اوروبا مستواها اقل بكتير جدا من اللعيبه الموجوده في افريقيا. لا 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 ما هو انا بقول لك، ما هو بالعكس انا بقول لك انه في لعيبه كتير جدا في افريقيا ابتدوا هنا وعليوا قوي. أيوة. هو الاصعب اللي بيجي من اوروبا لافريقيا يعني. أيوة. اللي هو يعني مع احترام الكامل طبعا النادي الاهلي اسم يهز الدنيا يعني، ولكن الدوري الانجليزي مثلا هو رقم واحد. أيوة. فلما هو بيكون جاي فلازم يبقى جاي عشان يكسر الدنيا يعني، مش جاي أكيد. انا هي دي النقطه طبعًا. مش طبعًا. بالعكس، لا اللي هو رايح من هنا لهناك. وهو لما اتنقل من المناسبه الدوري الانجليزي راح الدوري البلجيكي، والدوري البلجيكي من الدوريات مش هقول الدوريات القمه في اوروبا لكنه برده مش من الدوريات الضعيفه، وفي انديه موجوده في بطولات اوروبا. مظبوط. كسر الدنيا الحقيقه. فهو يعني هو الوحيد اللي انا مش يعني ما عرفوش وما شفتوش ولا مره. أي. فطبعا ان شاء الله اكيد اللي اختاروه عن درايه وعندهم رؤيه، نتمنى له التوفيق ان شاء الله يكون اضافه مع فريق ان شاء الله. بيرسي تاو انا اتمنى ان شاء الله، اتوقع ان يكون صفقه الموسم محترفين اجانب، وابننا احمد عبد القادر لو قدر ليه ان شاء الله انه يبقى موجود مع فرقه الاهلي الموسم اللي جاي، اعتقد انه هيبقى كويس برضه لاعب الموسم في على مستوى اللاعبين المصري. وعمار طبعا طبعا. طيب خلينا على فكره من اللعيبه الهايله بصراحه، مميزين جدا جدا، عنده حاجه تحس ان ده لعيب النادي الاهلي. على طول حيوي ونشيط. لعيبه النادي الاهلي ليها نوعيه خاصه. كواليتي الاهلي ده منهم. اللي هو نشيط في الملعب على طول يعني، متواجد بتحس بيه حتى. أيوة. في المنتخب الاولمبي شفناه مع اتحاد سكندري، المنتخب الاولمبي في الفتره الاخيره في اولمبياد توكيو، اسبانيا والارجنتين وكده. أيوة. واستراليا، لما سواء لما نزل او لما كان بيبدا بيعمل فرق، لانه حيوي ونشيط ومهاري. فلعيب ان شاء الله الاثنين يدخلوا ان شاء الله يدخلوا فرقه. واعتقد الاهلي كده عنده فرقتين يعني، رؤيه انك انت بتحضر لموسم صعب وشاق، وعندك كم كبير بطولات النهارده، تقدر تقول الاهلي في فرقتين جاهزين يمثلوا النادي في البطولات. ابعد معاك شويه عن الكوره كده، واخدك شويه ذكريات ولحظات كده سعيده اعتقد، او مناسبات اعتقد ان تحب انك تفتكرها مع جمهور النادي الاهلي يا كابتن اسامه. نبتدي بالصوره دي. طبعا دي صوره مع كابتن محمود الخطيب ومحمود صالح طبعا. واحد من احسن السردباكات اللي جم في تاريخ النادي طبعا الاهلي. طبعا طبعا. وانا ودي شرفنا بيها هنا في السادسه طبعا. فتره لسه بنلعب فيها. واعتقد دي يمكن كانت اخر سنه يمكن لكابتن محمود الخطيب في اللعبه، او يمكن كان حتى زمن بعيد شويه، ممكن يكون في الفتره اللي هو كان لسه داخل كمدير كوره في الفرقه يعني. ايوه. فطبعا ذكريات جميله، ومن الحاجات الواحد بيفتكرها بيبقى سعيد طبعا. طب نروح يعني للصوره، نروح للصوره الثانيه. دي ثنائيه. دي ايام مستر هولمان اعتقد. ايوه. برافو عليك. انت عرفت من فين؟ عرفت من اللبس بتاع النادي صحيح. الاهلي. صحيح. انا حافظ الماركة. كل فتره بتيشرت النادي الاهلي. انا عارف الماركه طبعا بس يعني انت عايز تقول ولا بتاعت لا ما نقولهاش. الماركه دي تحديدا كان مستر هولمان جايبها من المانيا. وهو دي فعلا سنه 95 خدنا الدوري والكاس، وطبعا كان دوري مهم جدا، والكاس كسبنا المنصوره في النهائي، والدوري كسبنا اخر ماتش الزمالك وخدنا الدوري والكاس في السعوديه. الفتره دي كانت بصمات الالمان فيها واضحه على الاهلي. طبعا احنا جالنا 3 و4 مدربين المان ورا بعض. سوبل اعتقد، فايتسا، وفايتسا فايتسا طبعا ما خدش حقه الراجل ده الحقيقه. هو ظروفه حصل فيها شويه لما جه بعد النادي الاهلي السنه اللي هي كان كاس العالم، اتوقف الدوري ومشي، وبعدين رجع اتلغى الدوري ورجع
دي بقى 95 و96 و97 وقبلها 94 كان مستر هولمان ثم مستر تسوبل. أيوة. كسبنا فيها بطولات كتير جدا. طب دي كابتن مصطفى يونس طبعا. أيوة. والدكتور عبد الاحد جمال الدين وزير الشباب والرياضه ووزير الداخليه اعتقد حسن ابو باشا وانا جنبهم. كان في مباراه وديه كابتن صالح اعتقد في الصوره برضه هو صح والكابتن صالح طبعا, طبعًا. أنا سبحان الله انا اتصور انت كابتن صالح طبعا طبعا لقطت انا على طول اهو الاب الروحي للنادي الاهلي والرئيس التاريخي للنادي واعتقد كمان مش عارف ايمن شوقي ده اللي باين بين الدكتور عبد الاحد يمكن وكابتن يمكن صالح شكله كده ممكن فكانت لا ممكن يكون ايمن كمان لسه ما جاش لا مش ايمن ده لان الصوره دي ممكن تكون ده محمد حشيش لان الصوره دي 82 ايوه وكابتن ده ايمن لسه لان كابتن مصطفى يونس بطل بعديها يعني ايوه فمش ايمن لا ايوه فطبعا برضه ايمن 86 متهيألي او بدايته 85 86 فطبعا دي كانت بداياتي خالص الاولى يعني هو الجنرال بقى طبعا كان بيحبك قوي يا كابتن جوهر مظبوط كان بيحبك جدا الحمد كان لله. مقتنع بيك بشكل وعلى فكره الكابتن صالح كمان الله يرحمه الصوره اللي فاتت طبعا يا ريت ممكن نرجع على نرجع صوره كابتن جوهري كابتن ده كابتن علاء ميهوب كابتن جوهري طبعا يعني له تاريخ كبير جدا معانا في النادي الاهلي ومنتخب مصر وواحد من الاسباب اللي خلاني العب في النادي الاهلي وده سالم اللي هو واحد قعد معانا كتير عامل غرفه الملابس اللي هو على الشمال طبعا نجمنا الكبير علاء ميهوب على شمالك على شمالي سالم وطبعا الكابتن علاء ميهوب واحد من احسن اللعيبه اللي جت في تاريخ لاتيني طبعا مصر دي حقيقه يعني علاء يمكن طبعا يعني اكيد معروف وخد حقه كتير ولكنه ما خدش برده كل حقه فواحد من اعظم اللعيبه اللي جت في تاريخ مصر يعني طيب. نروح للصورة اللي بعدها برضو ده كاس مصر كابتن سوبير كان صغير جدا في الصورة دي ما كنا لسه في بدايتنا انا اعتقد ده كاس اللي خدناه من المصري كابتن حازم كرم 3-1 صح؟ كابتن حازم كرم الله يرحمه ايوه وطبعا الكابتن شوبير والكابتن شبه مصطفى دلوقتي يعني لما تشوف شوبير هنا في الصوره دي يفكرك بمصطفى شكله بالظبط شبه مصطفى جدا شكله او مصطفى اللي شبهه طبعا يعني ده كان نسخه يعني ايوه صحيح طبعا شوبير الكابتن شوبير والكابتن ثابت من اعظم حراس جون في تاريخ مصر وده خالد والله ده احنا نعمل حلقه كامله ذكريات بقى ده احنا نقعد نسترجع كده طبعا قمم كلهم الحقيقه وتاريخ كبير جدا طبعا نورت الدنيا يا كابتن اسامه بنسعد بيك دايما الحقيقه الله يخليك انا اللي سعيد بيك جدا وتملي لما باجي معاك واحد من الناس اللي بتعرف تطلع من الضيف حاجات كتير شيء يشرفني وسعيد بوجودي معاك نورت الدنيا كلها نورت الدنيا ونورت بيتك كل التوفيق طبعا منتخب مصر ماتش مهم جدا مع انجولا كل التوفيق لفرقتنا نادي الاهلي ان شاء الله في مشوار صعب طبعا ما زالت معالم البطوله بتاعه الكاس ومعالم البطوله اللي جايه في الدوري ما زالت مجهوله حتى اللحظه هنتابع مع حضراتكم كل التطورات والتفاصيل بكره ان شاء الله حلقه جديده من السادسه تحياتي لكل جماهير النادي الاهلي